للحديث عن تطورات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معنا في الاستوديو والكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أولو. أستاذ فراس، بداية مرحبا بك. هذا الفرق بين المرشحين الآن ماذا يعني بعد فرز أغلب صناديق الاقتراع في تركيا؟ هل نحن أمام مرحلة حسم الآن أم سوف نتوجه إلى مرحلة ثانية؟ يعني ننتظر إلى نهاية فتح الصناديق، لأن النسبة إذا لم تصل 50+1 لا يمكن أن نقول أن ستحسم من هذه الجولة. هناك يعني في اللحظات الأخيرة الآن نلاحظ أن النسبة تتراجع. للرئيس أردوغان كانت 50.7 إلى 3 إلى 2، أظن الآن 1 أو 1.5، لا أعلم. إذا ننتظر، أظن في حال وصلت إلى 50.0 ممكن أن تعاد ستعاد الانتخابات. ليس تحسم الانتخابات إذا كانت 50.1. نعم فاصلة واحد، هذا على التام. لذلك يعني الآن الكل قلق، المعارضة تريد أن لا تصل النسبة إلى 50+، والحكومة أو الائتلاف الحاكم يريد أن تبقى 50+، ولذلك هنا الصراع حتى كما يقال يعني الرمق الأخير. لكن أيضا في نفس الوقت المعارضة لم تحصل أصواتا قليلة، يعني أصوات هذه المرة مضاعفة جدا عن الأصوات في المرة السابقة. يعني في زيادة أنا أظن من نسبة تصويت لها تصل إلى أكثر من 20%، لأن المرة السابقة كان هو السيد محرم إنجا الذي هو مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، يعني أظن وصل إلى أقل من هذه النسبة بكثير، بين 38 إلى 40 على ما أذكر، أو حتى يعني النسبة كانت 54 رئيس أردوغان، فكان الفارق كبير. ولذلك النتيجة الآن هي تدل على شيء واحد مهم جدا، وهو أن يعني دعاية التي استخدمتها المعارضة بأن إنهاء حكم الرجل الواحد أو التخلص من الاستبداد أو ما شابه ذلك لم تلقى آذانا صاغية عند شريحة كبيرة من المجتمع التركي. المعارضة تتحدث عن فارق كبير لصالحها خلال هذه المرحلة الأولى خلال فرز صناديق الاقتراع. ترى يعني ونحن نتابع هذه الأرقام، ومثل ما تفضلتم أن هناك أرقام أيضا يعني كبيرة لصالحها، ولكن عندما تتحدث عن بحالة استباقية أن النتائج هي لصالحها، على ماذا استندت؟ هناك استطلاعات للرأي هم استندوا عليها، لكن أنا لا أظن فقط هي الفكرة هنا. هي الفكرة لتعويم أن المعارضة اليوم هي مختلفة قوية ستنجح، وهذا سيعطي انطباع عند المترددين بأن يميل إلى الأقوى. يعني كثير من الناس قد لا يكون لا يعلم إلى من يصوت، عندما يسمع هذه الدعايات والإعلانات يمكن استقطابه بشكل أسهل بكثير. لذلك كانت أسلوبهم في الخطابة إقناع تام بأنهم من الجولة الأولى و 51%، بل حتى ليس يعني الإعلاميون من طرفهم، القيادات الكبيرة من المعارضة تكلمت بهذا الشكل وأنها مقتنعة تماما. وغير ذلك هناك شيء خاطئ أو هناك تزوير أو هناك يعني هذه الإيماء هذا لكسب المتردد، لأيضا جعل الأنصار يبقون أنصارهم حتى لا ينسحبوا منهم، لأن نحن أقوياء، هناك شيء ما حصل يخالف الإحصاءات، يخالف ما كنا يعني موجود. هذا يعني كما يقال يعني يعطي جوا عاما، لكن حقيقة هو للتأثير الإعلامي أكثر منه للحقيقة على أرض الميدان. المرشح سنان أوغان، يعني ما هي تقديراتكم أو رؤيتكم لما حصل عليه من نسب؟ يعني ونحن نتابع نسب رجب طيب أردوغان وكذلك كليشدار، في هذه الحالة هل يا ترى سيمثل ربما الظاهرة أو الورقة التي ستحسم في المرحلة التالية؟ أنا بالنسبة لي يعني هي ظاهرة ليست جيدة، يعني الرقم هذا فاجأني حقيقة، أن يصل إلى 5.5، هذا رقم يعني حتى يعني وصل. ما هو التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا الرقم؟ يعني هناك يجب أن نذكر شيء آخر أهم من الرقم. نعم. أن الرقم الذي حصل عليه الآن، وإذا دخلنا في الانتخابات القادمة بعد 5 أو 6 سنوات حسب هذه الأرقام، يعني واحتمال زيادتها وارد جدا. وهذا يذكرنا ببعض الأحزاب المتطرفة واليسارية التي كانت في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، ووصلت بقوة ولها دور في البرلمان. هذا أظن ليس جيد الآن في تركيا لمحيطها المختلف. وهذا ما أخشاه، أن هذه النسبة لا تهمني الآن لكنها تهمني في المستقبل، احتمال زيادتها وارد جدا.
الآن هذه الأصوات إذا دخلنا إلى المرحلة الثانية إلى من ستذهب؟ يعني أنا برأيي الشخصي أنها أغلبها ربما ستذهب إلى المعارضة. يعني أنا هذا ما أراه لي اختلاف، لا أريد أن أدخل في الاختلاف بينهم وبين الائتلاف الحاكم، لكن هناك نقاط مشتركة مع المعارضة في كثير من الأمور أظن هي التي ستجذب. في حال فوز يعني الرئيس أردوغان في الجولة الأولى أو الثانية، برأيك يعني أو توقعاتك لمصير المعارضة وخاصة كليتشداروغلو، كمال كليتشداروغلو وكذلك مشروع المعارضة، ما هو المصير الذي تتوقعه في حال لو فاز؟ لو فاز برئاسة أردوغان. لو فاز الرئيس أردوغان، هذا هو بالنسبة لهم، هم سيقرؤون المشهد كالتالي: هناك تطور للمعارضة، زيادة كبيرة في الأعداد وزيادة كبيرة في الناخبين والمقترعين لهم، إذن هذه خطوة إيجابية ربما للانتخابات القادمة. والآن نحن في نصف الحرب، يعني نصف المعركة انتهت الآن إذا انتهت لصالح أردوغان. هناك نصف الآخر وهو الفوز بالبلديات الكبرى، إسطنبول تحديدا وأنقرة. أنا أظن المعارضة الآن هي تحسب هذا الحساب وتريد الاستمرار، لذلك تؤكد على أنصارها بأن نحن أقوياء ما زلنا موجودين. لماذا؟ لأن الانتخابات القادمة مهمة جدا، يعني الانتخابات البلدية، ولولا الانتصار في انتخابات أنقرة وإسطنبول أظن لما كانت المعارضة الآن بهذه القوة، تحديدا حزب الشعب الجمهوري ومن معه، أن تملكوا بعض الأسس التي تصل إلى الناس مباشرة، إنجازات أو أشياء، وهذا أظن سيساهم. حتى الأشخاص الذي يرى أن المعارضة فازت في إسطنبول في الانتخابات الماضية، بلدية إسطنبول وبلدية أنقرة، إذن هي قوية، وربما نفس الفكرة بأن تجذب المتردد أيضا في هذه الانتخابات. لذلك أنا أظن الآن هي تريد تأكيد على هذه النقطتين. طبعا الجمهور العام أو الناس العوام أو الناس العامة لا تنظر بهذه الاستراتيجيات، هي فقط للمستشارين أو منظري الحزب أو رؤساء الحزب الذين هم ربما النخبة السياسية التي لديهم، هم ينظرون إلى المستقبل. طيب، لأن المعركة مستمرة. أستاذ فراس، يعني المناطق الشرقية والمناطق الغربية من خلال متابعتنا نرى أنها أعطت أصواتها لكمال كليتشداروغلو. هذه الخارطة الكلاسيكية للناخب التركي ماذا تعني خلال المرحلة المقبلة؟ الخارطة السياسية في حال لو تم التوجه لجولة ثانية أقصد. هو ستكون المنافسة صعبة حقيقة، يعني هناك حسابات مختلفة، هناك قراءة مختلفة، أيضا الطرفان سيكونان حذران جدا حتى في الخطابات السياسية فيما بينهم، لأن أي خلل في الخطاب السياسي ربما يؤثر على الناخب ويعتبرها أنها تهديدا أو يعتبرها بأنها رفضا لصوته أو ما شابه ذلك، ولذلك قد تنقلب عكسا على الذي تكلم سواء هذا أو ذاك، وينتقل إلى الطرف الثاني وينتخب. لذلك الآن نلاحظ أن الخطابات السياسية هادئة جدا بين الطرفين، لا يوجد، الكل مترقب نهاية الصندوق، وننتظر أيضا نتائج التصويت الخارجي التي يعني لها دور أظن في حال وصلنا إلى 50.0، لا نعلم هي ستزيد النسبة أم لا، وهذا يعني مهم جدا. لو بالنظر إلى يعني الانتخابات الجارية الآن، ترى نظرة الناخب التركي إلى هذه الانتخابات إلى أي مدى ترى أنه يثق بنتائجها؟ لا، هو أنا أظن هناك ثقة كبيرة، يعني لأن الانتخابات في تركيا معروفة وشفافة وتقليد قديم، ليس تقليد حديث. نعم. أيضا لماذا هو سيقتنع بها؟ لأنه هو الناخب التركي يعني متأصلة فيه بذرة الاقتراع، لذلك اليوم لاحظنا الكل ذهب اقترع تقريبا الكل، ونصل إلى نسبة أكثر من 90%. يعني ربما المسافرون أو الذين لديهم أعمال هم فقط الذين لم يصوتوا، وبقي ما تبقى الكل صوت. هذه النسبة الأكبر في العالم كله أظن، لا يوجد. إذن قضية الاقتراع هذه، أي إيمانه بهذا الاقتراع، يعني أنه لديه إيمان بأن النتائج التي ستخرج من مؤسسة يقبل أو مؤسسة للدولة وليست لطرف من الأطراف.
هناك محاولات تركية، عفوا محاولات خارجية، مثل ما طبعا يرى الكثير من المحللين السياسيين الأتراك وكذلك المراقبين للشأن الداخلي التركي، أن هناك محاولات خارجية لتشويه صورة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان خارجي. يا ترى هل استفادت أو إلى أي مدى استفاد الطرف الآخر المعارض من هذه المحاولات الخارجية؟ نعم، ولديه استفادة، يعني عندما يقول كليتشلاروغلو يجب أن ننهي سلطة الرجل الواحد الدكتاتورية، حتى بعض الأحزاب التي تقول العقلية الإسلامية التي لا تتناسب مع علمانية الدولة أو علمانية السياسة في العالم، لا، هناك يعني صراع في هذه القضية. أيضا الغرب، طبعا للغرب بمعنى بعض دوله أيضا ليس الكل، هناك أظن هناك دول مصالحة مرتبطة، يقول لك أن يكون أردوغان أفضل لي من أن يصل لكليتشلاروغلو، ودول أخرى تعتبر ذهاب أردوغان هو أهم شيء بالنسبة لها، يعني فرنسا على سبيل المثال، حتى ألمانيا الآن ليست على وفاق، لذلك فرنسا، بعض دول النمسا، بعض الدول الأخرى، حتى السويد، يعني لا، هي مصلحتها. الولايات الأمريكية في الإدارة الحالية الآن، نعم، من مصلحتها جدا أن يذهب الرئيس أردوغان، أن يأتي كليتشلاروغلو المهادن المسالم الغير عنيف. هل هذا التأثير الخارجي ممكن أن يتقدم أكثر ويتجاوز الحدود، أم يبقى فقط في إطار تشويه صورة الرئيس الحالي؟ لا، هو في هذا الإطار، لأن الخطاب الذي استخدمته المعارضة يتوافق ويتناسب تماما ما تستخدمه هذه الدول، بمعنى أن أردوغان ألغى الحريات وحقوق الإنسان، وأيضا أضعف المؤسسات، زاد في الفساد إلى آخره، يعني هذه الدعاية أيضا في الغرب قوية، ونفس الشيء هي نفسها التي يتكلم بها المعارضة. هناك خلل، شيء طبيعي، يعني في النهاية هذا يعني الحسب الحاكم ليسوا ملائكة، سيكون لديهم أخطاء، سيكون لديهم نوع من أنواع الخطأ، الفساد إلى آخره، هذا كله وارد. الإهمال، لاحظنا هذا في الزلزال، لذلك كل هذه الأمور يجب إعادة ترتيبها. يعني الآن إذا وصل الرئيس أردوغان، إذا سدت الحكم، أظن لديه عمل أهم من الاستراتيجية التي هو وضعها المئة عام، هو تنظيف كثير من الفراغات والتراخي الذي شاهدناه في مسألة الزلزال، وهو أظن تكلم في هذه المسألة كانت واضحة في مسألة الزلزال. طبعا أمور أخرى، يعني أمور اقتصادية، أنا أظن ربما ربما يبتعد عن الرئيس أردوغان يضعها بيد، لا نعلم. هل طيب أستاذ فراس، أخيرا يعني ما المتوقع من سيناريو مقبل من وجهة نظرك لكل محلل ومراقب؟ توقع نحن الآن خلال هذه المرحلة فرز الأصوات، ما المتوقع مثلا هذه الليلة أو يوم غد في حال فوز رئيس أردوغان 50 فاصلة أي رقم؟ ينتهي الموضوع، ستبدأ الطعون أو يبدأ الاعتراض، وبعد ذلك ستنظر اللجنة العليا للانتخابات إذا كانت هناك حقيقة يعني أدلة أو ما شابه ذلك، وإلا الأمر منتهي، والأمر منتهي إلى أن إثبات ذلك، يعني لا يعني إذا كانت هناك طعون أن تتوقف النتائج ولا يعلن مثلا أردوغان رئيسا في حال فوزه، لا، هو رئيسا إلى إثبات هذه الطعون بأنها صحيحة لها تأثير على المجرى، يعاد الانتخاب في هذا السياق، وباقي الأمور ستمضي كما هي. شكرا لضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد فراس رضوان أولو، شكرا جزيلا. شكرا.